بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان حالين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى إضاءة جديدة، هذه المرة حول بعض المشاهدات التي يريدها الأخوة النحالين في الكثير من الاستفسارات. وواحدة من هذه الاستفسارات تتعلق بالدبور في الفترة الحالية، طبعا نظرا لتأخر الموسم المطري وبقاء الجو دافئ إلى حد ما، لازال هنالك ظهور للدبور، لكن من الملاحظ أن هذا الدبور حاليا لا يعني يهاجم النحل كثيرا، وإنما ربما يتم مشاهدته على بعض الأشجار مثل السدر، مثل الكينة، أو أي نبات آخر حاليا إما عليه إزهار أو في بعض النباتات التي أيضا ما زال المن موجود عليها مثل بعض أشجار الجوز وغيرها. فنتيجة لوجود المن واستمرار هذه الحشرة بالوجود وإفراز المادة السكرية، فإن الدبور يتجه إلى مثل هذه الأشجار. فالسؤال كان لماذا لم يعد الدبور يهاجم النحل كثيرا، ولماذا هذا التوجه نحو الأشجار المزهرة أو الأشجار التي تحتوي على مواد سكرية. طبعا هذا تحدثنا عنه سابقا في محاضرة طويلة عن الدبور، عندما تحدثنا أن الدبور في فتراته الأخيرة من دورة الحياة للدبور، الآن الدبور الذي نراه إما سيكون ذكور الدبور أو العذارة، وربما يعني قريبا سينتهي وجود الدبور، سيختفي. لكن قبل أن يختفي لابد لهذا الدبور، خصوصا الملكات أو العذارة بعد تلقحها، لابد لها أن تتزود بكمية كبيرة من المخزون لعبور الشتاء. الحشرة الوحيدة من مملكة الدبور التي تعبر الشتاء هي الملكة، الملكة الملقحة فقط. وكما أسلفنا سابقاً فأنه تحدثنا عن أن الدبور لا يستطيع أن يلتهم الغذاء الآن وأن يمرره عبر القناة ضيقة جداً ما بين الصدر وما بين البطن، فلا بد للدبور في الآونة الحالية أن يتغذى على المواد السكرية البسيطة التي من خلالها يستطيع أن يمررها من هذه القناة، ويستطيع تحويل السكريات إلى دهون وتخزين هذه الدهون في الأجسام الدهنية للدبور من أجل عبور الشتاء. ما الفائدة من هذه المعلومة؟ طبعاً واحدة من المعلومات المفيدة لكيفية اصطياد ملكات الدبور، سواء الآن في نهاية الخريف أو ربما في بداية الربيع. نفس الشيء، ملكات الدبور عند بداية الظهور في الربيع فإنها ستبحث عن أي مصدر لمادة سكرية سهلة الامتصاص وسهلة الهضم وعبور القناة. لذلك إذا رغبت، وتواصل معنا الكثير من الإخوة النحالين في الآونة الأخيرة وكانوا حاطين مصائد الدبور، واكتشفوا أنه فعلا قامت هذه المصائد في الآونة الأخيرة باصطياد كمية لا بأس بها من الدبور، خصوصا بعد قيامهم بوضع مادة سكرية حتى لو كانت على شكل العجينة اللي احنا نقدمها مرات للنحل، سواء العجينة البروتينية او حتى العجينة السكرية، بسبب انها يعني سهلة الامتصاص وسهلة العبور من هذه القناة، فإن الدبور سيتجه الى هذه المادة، وبالتالي يمكن الاعتماد على المصائد للإمساك بملكات الدبور. لا يعني بالضرورة إذا قمنا بصيد ملكات الدبور بأن الدبور السنة القادمة سيختفي تماما، لا، يعني هو حقيقة ديناميكية الدبور تجعله أكثر قدرة على البقاء، وطبعا هذا متوقع بالنسبة لكل الحشرات. احنا بنعرف أنه الحشرات بشكل عام هي الكائنات الأكثر قدرة على التطور والبقاء ما بين كل الكائنات في المملكة الحيوانية،
وهذا شيء كويس بالنسبة لنا، لأنه النحل هو من هذه الحشرات، ونعول كثيراً على قدرة النحل على التطور وغيرها، وبنفس الوقت هي نفس الصفة اللي موجودة في الدبور. لكن لا شك بأن اصطياد ملكات الدبور في الخريف ومن ثم محاولة اصطيادها في الربيع ستخفف بشكل كبير من مشكلة الدبور في السنة القادمة، ومن خلال تجربتي الشخصية أنا وتجارب بعض الأخوة النحالين، حتى لو كانت المنطقة إلى حد ما موبوءة بالدبور، فإن التركيز كثيراً على صيد ملكات الدبور في الخريف وأيضاً في الربيع سيكون له الأثر الكبير في هذا الموضوع. يمكن أيضاً التعويل كثيراً على مربي الثروة الحيوانية في المنطقة، عادةً اللي عندهم حلال، اللي عندهم أغنام، اللي عندهم ماعز، اللي عندهم ثروة حيوانية وبيجوبوا المنطقة حواليك، هذول في الغالب أيضاً الدبور بالنسبة لهم عدو كما هو عدو لك، فهم أيضاً سيكونون حريصين على اكتشاف مثل هذه المدابر، وبإمكانك يعني بالتنسيق معهم من أجل وربما يعني تعطيه مكافأة، يعني أنا والله مقابل كل مدبرة بعطيك مبلغ من المال، أو بتساعده لأنه هو يعني من مصلحته أيضاً التخلص من المدابر في هذه المنطقة، وبالتالي هم الأقدر كونهم هم بيمشوا على الأرجل بمسافات جيدة، هم راح يكونوا الأقدر على التعرف على هذه المدابر وبالتالي تدميرها ومساعدة النحال ومساعدة نفسه في التخلص من مشكلة كبيرة وهي مشكلة الدبور. لذلك مرة أخرى، إذا رغبت في أن تفعل صيد ملكات الدبور في الآونة الحالية وربما أيضا في الربيع، عليك بوضع مادة سكرية جاذبة للملكات وللذكور حتى تتمكن من التخلص من هذه المشكلة في السنوات القادمة. نلقاكم في إضاءة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.